اقتباسات وأقوال مالكوم إكس. وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديهم القدرة على جعل المذنب بريء وجعل الأبرياء مذنبين، وهذه هي السلطة لأنها تتحكم في عقول الجماهير. لا أسمي العنف عنفاً عندما يكون دفاعاً عن النفس، بل أسميه ذكاءً. إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشاكل العنصرية فيها. التعليم جواز السفر إلى المستقبل. نريد الحرية والعدل والمساواة بأي طريقة كانت. إذا لم تتقن فن التجاهل، ستخسر الكثير، وأولهم عافيتك. لقد تعلمت باكراً أن الحق لا يعطى لمن يسكت عنه، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل عليه. إن كنت ستتوقف عن شيء، فتوقف عن الكسل، وتوقف عن اختلاق الأعذار، وتوقف عن انتظار الوقت المناسب. إنني كنت أسفل سافلين في قاع المجتمع الأمريكي. عندما اهتديت إلى الله وإلى الإسلام، تغير مجرى حياتي. مع السرعة التي تتغير بها الأحداث في أيامنا هذه، قد يحدث في المساء ما ينسخ قول المرء في الصباح. أرى أن السجن يأتي بعد الجامعة مباشرة، كأنسب مكان لمن يريد أن يفكر. المسافات التي نبقيها بيننا وبين بعض البشر لا تعني الغرور أبداً، بقدر ما تعني الرغبة في استمرار الاحترام. كلمة أب لا تعني أن تنجب أبناء، فالجميع يستطيع الحصول على أبناء، ولكن كلمة الأب تعني القدرة على الاعتناء بالأبناء. يجب أن نتعلم من الأطفال عدم الخجل من الفشل، وأن نقوم ونعيد الكرة. إن معظم الكبار يرزحون تحت الخوف والحذر، ويركنون إلى الأمان، ولذلك يفشل أكثرهم. لو اضطررت للتوسل إلى رجل آخر من أجل حريتك، فأنت لن تنالها أبداً. الحرية شيء يجب أن تناله بنفسك. إنني لا أحتمل شخصاً لا يحمل الساعة، لأن ذلك يوضح لي أنه لا يقدر الوقت. قال صديقي: إن حقيقة المرأة تظهر على وجهها عندما تندمج في الرقص. إن الاستماع فن من الفنون. عندما يتكلم الرجل، أنتبه إلى صوته لأعرف هل هو صادق فيما يقوله. إن الزوجة في الحضارة الغربية تفقد جاذبيتها بمجرد أن تفقد جمالها المادي، أما الإسلام فيحثنا على رؤية جمال المرأة الباطني. الخطوة الأولى للنجاح تكمن في رفضك للاستسلام للظروف المحيطة. أسوأ أنواع الألم لا يأتي من أعدائك، ولكن من الأشخاص الذين تثق بهم وتحبهم. على الوطنية ألا تعمي أعيننا من رؤية الحقيقة، فالخطأ خطأ بغض النظر عن من صنعه أو فعله. كنت قد تركت جزءاً من نفسي في مكة المكرمة، وأخذت جزءاً منها معي إلى الأبد. إذا كان الإنسان مع الله، كان الله معه، وأرسل له عند الحاجة علامات تدل على ذلك. الحياة لا تصبح أسهل، أنت من تصبح أقوى. الحقيقة مع المقهورين. لراحة بالك اصمت كأنك لم تفهم، وتجاهل كأنك لا ترى. لقد غيرت القراءة مجرى حياتي تغييرا جذريا، ولم أكن أهدف من ورائها إلى كسب أي شهادات لتحسين مركزي، وإنما كنت أريد أن أحيا فكرياً. نعم، أخطأنا كثيراً، وهناك أشياء ندمنا على فعلها، ولكن نتعلم، ونعتذر، ونتغير. لسنا بلا عيوب ولا أخطاء، فلازلنا تحت مسمى إنسان. عامل الناس على مستوى عقولهم، ضع لهم حدوداً في التعامل،
لا للكذب والمصالح والاستغلال.